عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق موفي أو تطبيق فلتر العروسة. رابط التطبيق راح تلقونه بالوصف، تقدرون تدخلون عليه وتنزلونه من متجر جوجل بلاي. ندخل إلى تطبيق موفي. ننتظر على ما يتم تحميل الواجهة الرئيسية للتطبيق. طبعا هذه هي إخلاء المسؤولية أو الشروط والموافقة على سياسة الخصوصية وغيرها من هذه الأمور، تقدر تقرأها بعناية وتضغط على موافق. هذه هي مجموعة من الفلاتر، هذا هي الفلاتر الخاصة بهذا التطبيق. عندك هنا الجميع، هنا الفلاتر، هنا الفلاتر الجديدة وغيرها من هذه الأمور. هذا التطبيق مختص بجميع الفلاتر. على سبيل المثال أي استخدام، على سبيل المثال استخدام هذا الفلتر اللي هو فلتر العروسة، نضغط على استخدام. مثل ما جاي تشوفون هذا الفلتر، نضغط على علامة القلب إذا حبينا نشاركه، نضغط على الإكسبلور. شلون نفتح هذا التطبيق أو هذا الفلتر؟ نضغط على فتح مجاني. فتح مجاني بعد مشاهدة الإعلان راح تقدر تستخدم هذا الفلتر. راح نشاهد الإعلان ونرجع لكم. طبعا بعد ما شاهدنا الإعلان ظهرت لنا هذه الواجهية اللي هي اختيار صورة شخصية كلاسيكية. عندك هنا الواجهيات تقدر تختار واحدة من عدهن. نضغط فهمت، وبعد ما ضغطنا فهمت ودانا إلى الملف الشخصي. طبعا نختار لنا صورة، ننتظر على ما يتم المعالجة الشخصية. بعد اختيار الصورة مثل ما جاي تشوفون حاليا تمت معالجة الصورة وفي فلتر العروسة. طبعا الصورة تكون متحركة. إذا حبينا نحفظ هذه الصورة نضغط على تصدير. على ما يتم التصدير والحفظ في الاستوديو. حاليا تم الحفظ في الاستوديو. أتمنى تستفادون من الفيديو ولا تنسونا من اللايك أو الاشتراك في القناة. طبعا هذا الشرح خاص في جميع الفلاتر، أي فلتر تختاره سوي نفس الخطوات. مع تحياتي للجميع.